سي المغزاوي، انت تحكي على السيادة الوطنية يا اخي، تحشموا ولا ما تحشموش انتم بالحق؟ لا يستحون. كي انت الحركة متاعك اصلا زعيمة ماهوش تونسي، انت كي تعمل اجتماع بقواعدك تحط تصويرة جمال عبد الناصر، ما تحطش تصويرة للزعيم بورقيبة، لا تحط تصويرة حتى شعار الجمهورية فقط. انت اصلا مبادئك نحل انا نلقاك حركة ناصرية، انت ولائك للخارج وولائك لمنظومة سياسية وفكرية نابعة من الخارج، وبالتالي انت ذراع للمنظومة متاعك انت اللي هي تحب تلقى ذراع وموطئ قدم في تونس. وبالتالي كان جيت تونس تحترم نفسها، وفي الدستور اللي احنا حطيناه قلنا يحجر تكوين الاحزاب اللي عندها ارتباطات بالمصالح الاجنبيه، اللي يحط تصوير جمال عبد الناصر ولا غير جمال عبد الناصر، مع احترامنا لاشقائنا في مصر وتاريخ مصر، ما ينجمش يتكلم على السياده الوطنيه، لانه اهداف حزبه هو تحقيق سياده خارجيه. شفتوش مصري حاطه تصوير بورقيبه؟ شفتوش مصري حاطه تصوير بن علي؟ شفتوش مصري حاطه تصوير قيس سعيد؟ هذايا واحد من الأربعين. سي المغزاوي انت اخر واحد تنجم تحكينا على السيادة الوطنية وتكذب علينا وتقول لنا اللي الفورة متاعك على امريكا خاطر السيادة الوطنية، الفورة متاعك على امريكا على خاطرك انت تمثل ذراع خصوم امريكا، وجاي تنقل في العركة من البلاصة هذيك تحب تنقلها عنا احنا، باش العركة تولي في المغرب العربي، خاطر عندكم اطراح في المغرب العربي وحاشتكم بتونس والموقع الجغرافي متاع تونس. نجيو للتيار الشعبي، مع احترامنا لروح محمد الابراهيمي، وان شاء الله ياخو حقه، واذا كان هما ما لقاولوش حقه احنا تعهدنا بكشف حقيقه الاغتيالات، وذايا امانه في رقبتنا، وتعرفونا اللي نقولوه نعملوه. اليوم مدام مباركه مع كامل احتراماتي ليك، ما كومش قاعدين تخدموا على اساس اللي عندكم قضيه شهيد وطن وما لقيتوش شكون قتله، سامحني ديزولي. اليوم عاملين مركز محمد الابراهيمي للسلام والتضامن، ولا الحكايه هذي هذوما جماعه تمشي تصحح في برقيه نعي على التسخيري، آية الله محمد علي التسخيري. ايران انتوما عندكم ولاءات وارتباطات مع القيادات الشيعيه والقيادات الايرانيه. اليوم كي نلقى بلاغ يصدر على المركز امتاع الابراهيمي للسلام والتضامن يقول ان التحالف الاجرامي السعودي الاماراتي ضد اليمن وينجد به، انت تساند في الحوثيين وتقول ان السعوديه والامارات مجرمين، يهاو الحاكم بامره اصدقائه هذم، تو ثبتوا لنا رواحكم. في نفس الوقت الدولة التونسية تخرج بيان تندد باعتداء الحوثيين على السعودية. إذا أنتم مدخليننا في الطرح نتاع الحوثيين المدعومين من إيران، مدخليننا في الطرح نتاع الشيعة، مدخليننا في الطرح نتاع تمدد الهلال الشيعي تحبوه يهبط للمغرب العربي، مورطينا في دوسي المقاومة. تسمصروا بفلسطين، نعاودها تسمصروا باش تقضيوا شهوركم في علاقاتكم مع بعضكم. صلاح الدين الديودي قلت لكم منسق نتاع مركز ثينك تانك، قال لك تنسيقيه الباب المغاربه، قال لك سننقل المغرب العربي من الاستعمار الى المقاومه، ونهارو طوله مادد وجهه في قناه الميادين والقنوات اللي نهارو طوله وين فما ايران وين فما حكايات وهما يهبطوا ويدعموا. اخر ناس تحكيوا على السياده الوطنيه، انتم كنتوا راقدين عامين وما طلعتوش في الانتخابات، كنتوا جزء في الجبهه الشعبيه وعملتوا في بعضكم مشاكل وحكايات، فجاه بعد 25 جويليه ولا التيار الشعبي ولا يتحرك ولا يتصدر المنابر، ولا سي زهير حمدي اللي كان ماخو بليصه ايامات الفخفيخ كان مانيش غالطه، ووليتوا فيسع فيسع مناضلين، هذاك مناضلين على المواطن التونسي اللي غلبتوا المعيشه الصعيبه ما عادش يتبعكم، اما الحزب الدستوري رادار يتحرك على حاله. احنا نعرفوكم ونعرفوا ديكم ونعرفوا تاريخكم ونعرفوكم مش قاعدين تعملوا. جايين توا باش تقولوا لي السيده نتاع الوطنيه والامريكيه، ماهوش صحيح.